بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي محمد العاطف زايري، اشتغل استاذ تعليم تقني بالمدرسه الاعداديه لحواش فريانه، صفتي السياسيه عضو اللجنه المركزيه بالحزب الديمقراطي التقدمي، تحملت مسؤوليات نقابيه، عضو الاتحاد المحلي للشغل بفريانه، وعضو النقابه الاساسيه التعليم الثانوي بفريانه. في يوم 2 جوان 2008 بينما كنت خارجا من مقر بلديه فريانه بعد أن استخرجت وثيقة تخصني، بينما كنت متوجها إلى المعهد الثانوي أين أشتغل، شاهدت حشدا من الشباب مجتمعين أمام مقر معتمدية فريانة. هؤلاء الشباب عاطلون عن العمل، ينتظرون قدوم السيد الوالي لحضور اجتماع ليطرحون عليهم قضايا. توجهت إليهم بصفتي أستاذهم، كنت قد درستهم سابقا، ولأستفسر الأمر. تقدم مني رئيس منطقة الشرطة بالقصرين وبادرني بأطراف الحديث لأنني معرفتهم به مسبقا في القصرين في مناسبات سابقة. كان بينما كان يحدثني وتجاذب أطراف الحديث إذ بالمدعو فوزي شعباني وهو كاتب عام جامعة فريانة للتجمع الدستوري الديمقراطي يخرج من مقر معتمدية فريانة، وأمام ذلك الحشد من الشباب وأمام أعلى مسؤول أمني في الجهة وهو رئيس المنطقة، سدد لي المدعو فوزي شعباني لكمة على كاتب عام، صفته كاتب عام جامعة التجمع الدستوري الديمقراطي بفريانة جامعة فريانة، لكمة على مستوى الفم أمام مرأة رئيس منطقة الشرطة بالقصرين، وأمر الحشود الأشخاص الذين اصطحبوه وهم مسلحين بالهراوات بأن يعتدوا علي قائلا اقتلوه هذا الكلب، وأنهال علي المدعو أنيس عدواني بضربة على مستوى الرأس أفقدتني توازن وسقطت على الأرض، وأنهال علي المدعو رضوان شهر العش بضربة أخرى بصحبة ابن فوزي وهو المدعي العربي شعباني بهراوات، مما تسبب لي كسرا على مستوى الكتف وإصابات بالغة في أماكن مختلفة من الجسم. سقطت أرضا والدماء تنزف من جسدي فاقدا الوعي تماما. إثرها نقلت إلى مستشفى المحلي في ريانة أين تلقيت إسعافات طبية أولية، ونقلت إثرها إلى المستشفى الجهوي بالقصرين لأن إصابتي بالغة تستوجب التدخل الطبي على أعلى مستوى. إثر خضوعي لفحوصات طبية ومراقبة طبية دقيقة مكثت فيها في المستشفى الجهوي بالقصرين لطيلة 5 أيام، أمدني طبيب الصحة العمومية بشهادة طبية بها راحة لمدة شهر كامل، وهذه شهادة طبية أولية. بعدها أمدني نفس الطبيب بتمديد في هذه الشهادة الطبية ب21 يوم لتصبح الراحة الجملية 51 يوم، وأثناء تقضيتي لفترة الراحة وهي 51 يوم أحسست بأوجاع كبيرة على مستوى الرأس، خاصة وأني أصبت بهراوة مباشرة على مستوى الرأس وهي التي تسببت في الإغماء، وبعرضي أو عرضت نفسي على طبيب مختص في العاصمة حيث تبين لي أن تلك الضربة أو الإصابة تسببت لي في ارتجاج في المخ مما استوجب مدي براحة لمدة 90 يوما وهي راحة طويلة الأمد وأبعدتني تماما عن مقاعد التدريس. غدا 27/12/2008 لي موعدا مع طبيبي الخاص. بعد هذا الاعتداء من طرف المدعو فوزي شعباني وهو كاتب عام جامعة فريانة للتجمع الدستوري الديمقراطي والذي في نفس الوقت يتحمل مسؤولية أخرى وبمعية أقاربه وهم ابنه العربي شعباني وابن أخته رضوان شعباني وقريبا له يدعى أنيس عدواني. تقدمت
بشكاية يوم 9 جوان 2008 مباشرة إلى السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصريين، وهذه الشكاية في شكل عريضة مصحوبة بشهادة طبية الأولية التي بها راح 30 يوما. إلا أن وكيل الجمهورية طمأنني قائلي سوف أنظر في هذه الشكاية بعد الوقت. وعندما رجعت إليه يوم 30 2008 مصحوبا بالشهادة الطبية الثانية، وهي الشهادة التي مدت بها تمديدا ب 21 يوما، تقدمت له بشكاية ثانية للمرة الثانية مطالبا إياه بالتتبع له، وتقدمت مباشرة عن طريق الفاكس بشكاية إلى كل من أولا رئيس الجمهورية، ثانيا وزير العدل وحقوق الإنسان، ثالثا الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالكاف وهي الراجعة بالنظر إلى المحكمة الابتدائية بالقصرين. بعد مدة استدعاني السيد حاكم ناحية فريانة وقال لي أن هناك إنابة عدلية أرسلها إلينا السيد وزير العدل وحقوق الإنسان تتضمن الشكاية التي تقدمت بها، وحرر لي السيد قاضي الناحية فريانة، وطلبت العدالة بأن أتتبع الجناة عدليا. وإلى تاريخ هذه الساعة لم أعرف مكان هذه الإنابة أو مكان تلك التحرير. ثم بعد مدة استدعاني السيد وكيل الجمهورية بالقصرين، وهو الوكيل الجمهورية الثاني، لأن الأول قد انتقل إلى مكان آخر وبشر مكانه السيد وكيل الجمهورية الحالي، قائلا لي بأن شكايتك التي وجهتها إلى سيادة الرئيس الجمهورية سوف ننظر فيها، وأمر الوكيل الجمهوري المساعد بأن يحرر علي، ثم حرر علي. وطلبت أيضا أن أتتبع الجناة عدليا وأن لا يمنحوني حقي في التقاضي، لأني مواطن تونسي والدستور التونسي يضمن لي هذا الحق. عديت 6 أشهر وأنا أشتكي إلى رئيس الدولة، إلى وزير العدل، إلى الوكيل العام للمحكمة. أنا أصبحت الآن أشك أن قضيتي أصبح بها لبس، لا أعرف السبب. هذا الشخص له حصانة، حتى وإن كانت له حصانة فالتي له حصانة تنزع له هذه الحصانة عن طريق العدالة ويحال ويحاكم أمام العدالة، لأن القانون فوق الجميع، الحاكم والمحكوم، القانون هو سيد الجميع.